صباح الخير، مرحبا بالجميع. اليوم الموعد مع ديربي الهوند، نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد. البطولة هذه مؤهلة للسوبر جلوب. نهائي باش يجمع ديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، مباراة انطلاقا من الثالثة مساء في قاعة الحمامات. هذا تم السماح بدخول 550 لجماهير كل فريق من خلال بطاقات الاشتراك المطروحة من فئة 40 و100 دينار. سيتم فتح المدارج الخلفية خلف المرمى لعدد 400 مشجع من الترجي، و150 مشجع آخر سيكون مكانه في المدارج الرئيسية على يمين المنصة الشرفية. بالنسبة لجماهير الإفريقي ستبقى في المكان المعهود اللي حضرت في خلال المقابلات السابقة، أي في المدارج المقابلة للمنصة الشرفية. فيما سيجلس 150 مشجع في المدارج الرئيسية على يسار المنصة الشرفية. عدم السماح لجماهير الفريق المنهزم بالبقاء في القاعة وإخراجهم بعد نهاية المباراة مباشرة والإبقاء على جماهير الفريق المنتصر تفاديا لتلاقي جماهير الفريقين خارج القاعة، مع العلم أن كل مباريات الدور النصف النهائي والدور النهائي ستجرى في قاعة الحمامات. الدور النصف النهائي الثاني اللي باش يجمع الزمالك المصري بنادي الكويت الكويتي. هون نمشي الكرة القدم ونحكي على آخر استعدادات المنتخب التونسي لمواجهة البرازيل، حيث أجرى المنتخب مساء يوم السبت حصة تدريبية في باريس استعداد المباراة الدولية الودية التي تجمعه يوم الثلاثاء بالمنتخب البرازيلي ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وشارك كل اللاعبين الذين تمت دعوتهم لهذا التربص في التدريبات التي ارتكزت أساسا على الجانب التكتيكي، إذ سعى المدرب جلال القادري على التدرب على الخطة التي ينوي اعتمادها في مواجهة المنتخب البرازيلي. وقد نوع الإطار الفني من التطبيقات التي يخضع لها اللاعبون، وذلك بعد أن قسم اللاعبين حسب مراكزهم. وتتواصل التحضيرات للمباراة الحدث، حيث سيكون الموعد يوم الأحد اليوم مع حصة تدريبية جديدة وستكون مفتوحة للإعلاميين لمتابعة أول ربع ساعة من الحصة. منتخب الأواسط تعادل مع منتخب فرنسا بنتيجة 1-1. هذا اللقاء الثاني بين المنتخبين في أقل من 4 أيام. اللقاء الأول كان انتهى نتيجة التعادل السلبي 0-0 في ملعب رادس. آخر تحضيرات الأندية قبل أسبوع من عودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي يتعادل البارح مع نادي السويحلي الليبي هدف لهدف في مباراة دارت في حديقة حسان بالخوجة. هدف الترجي كان سجل حسام الدقدوق من مخالفة مباشرة في آخر دقائق المباراة بعد ما كان الفريق متأخر في النتيجة 1-0. مستقبل سليمان هو الآخر انهزم أمام مستقبل المرسى في مباراة ودية لعبت أمس على نتيجة 1-0. من الرابطة المحترفة الأولى نحكيه على أخبار مدربين خارج حدود الوطن. القيدون فوزي بنزرتي بعد ما كان قريب من تدريب النادي الإفريقي وبعد مفاوضات مطولة اتفق البنزرتي مع فريق مولدية الجزائر للإشراف على مقاليده الفنية. هذا وكان فوزي بنزرتي مدرب لنادي الرجاء المغربي اللي أشرف على تدريبه لمدة قصيرة ليخلفه مواطن التونسي ومدرب المنتخب الوطني الأسبق منذر الكبير اللي أمضى على عقد متعامين مع نادي الرجاء المغربي. آخر أخبار الرياضة، ما تنساوش كالعادة دعم القناة بلايك وأبوني وتفعيل جرس التنبيهات، وما تنساوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر.